بسم الله، الصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فيديو جديد، طبعا راح نكمل لكم على نقل الشتلات. هذا الموضوع مهم جدا، يعني باش نتجنبوا موت الشتلات. كما راكم تشوفوا راهم عندي لا في الكيسان هادو الصغار. يعني نكمل لكم النصائح اللي نسيتها المرة اللي فاتت او في الفيديو الماضي، ما قلت لكم بعض النصائح يعني المهمة جدا. طبعا التربة دائما، انا نذكر فقط ان التربة انها تكون لازم تكون تربة خفيفة دائما، يعني مخلطة بالبيتموس والرمل. اهم شيء هو انه يكون الاصيص مثقوب، يعني فيه الثقبات هذوك باش يسرب الماء زايد عن الحاجة، لانه الماء كثرة الماء هذيك تخنق الجذور وما تقدر تتحمل، فتموت لك الشتلة وتموت لك النبتة. طبعا ممكن يقولوا ما عندنا قصيص وما عندنا غير ذلك، انا نستعمل حتى الاواني هادو، يعني اعادة تدوير الاشياء الموجودة عندي في المطبخ، خلينا نعاود نستعملها فقط مجرد انها تكبر النبات ويعطي حجمه الملائم والمناسب، من بعد نولي نحطه في القصيص. يعني هما وسائل عديدة يعني نستعملوها واعادة تدويرها، منها نستغلوا فيها تستغل لاجل النبات. طبعا انا نشوفه النبات سهل جدا ان ننحوه، دائما نراقبوا الجذور ونشوفوا الجذور بصحة جيدة، لونها ابيض، راح تشوفوا لونها ابيض يعني وصلبة نوعا ما، ما هي كي يولي لونها اسود حتى ما تكون الجذور يعني متعفنة ولا فيها المشاكل. طبعا عملية النقل ايضا من الاشياء المهمه فيها هو انه الجذور، نخلو التربه هذه حول الجذور، ما نحاول ان تفتت ليا تتفتت هذيك التربه من حول الجذور، لازم نقعد محافظه عليها ونحطهم في الاصيص هكا باش تكمل هي امتدادها في ديك الجذور في ديك التربه اللي موالفتها، من بعد تولي تلقى المحيط الاخر وتستمر فيه. ما نمشوش نحو كل التربه نتاعت الاصليه يعني نتاعت النبات ونعاود نغرسوه في تربه واحده اخرى، لا، ولكن نخلوه بالتربه نتاعو. وحتى لو كان، نعطيكم نصيحه، يعني مثلا لو كانت نحلك التربه يعني كانت جافه وكانت رمليه خفيفه تفتت لك التربه، ما تنقل هذاك النبات، عاود رجع عليه ديك التربه وحطه في اللي كان فيه، يعني نلغي تماما عملية النقل إلا أن يكون متماسك. وأحسن وقت هو اللي يكون متماسكة فيه التربة أنها ما تكون شاربة، يعني تكون في الجفاف، تكون متماسكة جيدا. أحيانا على حسب طبيعة التربة، مثلا التربة هذيك الرملية نفضلوا أنها تكون بلولة باش نقدروا نقلوا النبات، إن كانت يابسة يعني تفتت لك وتهبط. هو دايما على العموم احسن وقت هو انه تكون التربه هذيك نتاعت الكاس يعني الشتله تكون جافه، فنقوم بعمليه النقل. دايما نذكركم بان نروي النبات ريا مشبعا، يعني ريا كبيره جدا، ونحطوه في الظل. يعني من هذه النصائح اللي قلتها في الفيديو الماضي راني نذكر فيها فقط. نتمنى ان لكم الصحه، نتمنى الصحة لكم وطيوركم ونباتاتكم، والسلام عليكم ورحمة الله.